السلام عليكم معاكم احمد حسين ان شاء الله الفيديو ده هنعمل آه الموديل ده هو عباره عن زي آه يعني آه شبه تريانكل كده مع ريكتانجلر شبه منحرف يعني داخل اللي عندي ومالتي آه زي ما انتم شايفين اوكي حلو آه تعالوا بقى إن مع بعض كده نمشي شويه حاجات ده شكل آه لو عملت ترانسفيرس مثلا فرونت ده شكل اللي اهو ده الاوتبوت من هنا ولو عملناه ترانسفيرس ممكن برضه نختار من هنا ونختار فين ايوه كده تمام ده برضه يبين البتاع اوكي خليني كلير السلكشن انا عنده مش حلو قوي تعال بقى نشوف احنا عندنا ايه احنا عندنا الديسكس احنا شغالين تربرنس موديل اس اس تي كي اوميجا ماشي أه، اوكي وبعد كده مفيش اي موديل ثانية داخل معانا أه، اوكي لو انتم شايفين كده عندنا الماتيريال بتاعتنا هوا أه، اوكي أه، والباوندر كونديشن عندنا الالت بتاعتنا بلس دي من هنا احنا ممكن ندخلها مثلا حوالي 2 اه، متر بير مثلا او نخليها والله واحد ثانيه واحده خليها واحد انا برضه ممكن على فكره نعرف ال 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 قد ايه الحجم بتاعنا ده قد ايه ان انا اختار ده هو اجيب انفو بس لك والله ان السيرفس ده كذا ده ال انا عايز اجيب بس ال dimensions والله بتاعته ثانيه واحده ده انا اوريدي عامل امبورت على طول للمش فايل يعني من ال من الفايلات بتاعه انس innovation فبصراحه انا عايز اعرف برضه ان هو حاجه قد ايه ماشي طب بص خليها واحد الاول واحد متر بير سكند ونشوف بعد كده الاوتلت بريشر اوتلت اثنين بريشر اوتلت كله بريشر اوتلت والول هي تبقى نو ستيب نو والعادية جدا يعني تمام زي ما احنا شايفين كده ماشي بعد كده الميثود بتاعتنا هتبقى كابلت وهندخل هندخل بزيد تايم و ووربت فيس جريدن كوركشن عشان بس نحسن شكل المش شوية تمام لو انت محتاج تعرف هو ايه الوربت فيس دي فاحنا ممكن آه يعني ممكن ندوس اف 1 او نشوف انا ممكن اجيب لك الهيلب بتاعه ثانية واحدة اهو ماشي يا عم يلا هني نفتح بس ونشوف الجزء ده بيتكلم عن ايه اهو هنعمل سيرش الوربط فريش غرادين كوركشن، enable the adjustment to the gradient discretization method to improve the gradient accuracy for meshes containing high aspect ratio. نمتلك مساحات فيها عالية نسبة تردد، سلاسل مع نوافلات حادة وعالية تشكيل، سلاسل، and we can help avoid numerical difficulties in simulations and improve meshes that have large differences in volume. نريد ما بين المكعبات، المكعبات كبيرة، المكعبات كبيرة، المكعبات كبيره صغيره لا بد أن يكون أو أو الوربط أكثر عن من هنا.

مش تايز اوكي جريدينت ماشي وش كان بي افكت جريدينت تمام وتو ريسيرف جريدينت اكورسي جريدينت هايز بالسمطر يعني نفس الفكره فهو ما زودش حاجه جديده يعني فنرجع تاني للموديل بتاعنا وخلاص هو مختار ده فيش اي مشكله الكنترولز بتاعتنا هتبقى زي ما هي بس هنخلي البريشر والمومنت نص النص والباقي كله واحد والتربن نخليه بوينت باي طبعا ده بيحسن شويه مفيش مش في فلكتويشن بس طبعا بيبطئ حل في الوقت ده يعني عندنا الريزيتورز عندنا هي ستيشنري في 10 اس ماينس 3, 3 كويس جدا يعني هيفرق بالغلط وبعد كده الانشلايزيشن بتاعنا هايبرد فنعمل الانشلايزيشن تمام اوكي هو بعد كده هنروح بقى الران كالكوليشن وي نعمل Calculate. ممكن نحط مثلا كام كده نحط 1000 مثلا وين ان ريبورت مثلا كل 10 عشان نبقى اسرع ماشي ونعمل نعمل كالكوليت يعني هو يبدا حل دلوقتي عايز اوريكم برده المش بتاعتنا احنا المش بتاعتنا حوالي كام عشان بس انا كنت عملت شكل المش قبل كده فين المش مش 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 ايوه احنا عندنا المش سايز بتاعنا انا عايز بس اجيب الاليمنت ماشي هو يعني هياخد وقت شكله إيش يعني هو بدأ هو ممكن نرجع له لما يخلص هو بطيء حبتين مع إن عامل الكورسات الكورس بتاعت حوالي 10 فنرجع له كمان شوية بالنسبة للفايل اللي أنا جبته أنا جبته من هنا هو من أساس كورسز الكورس اللي اسمه انتروداكشن تو أنسس فلونس فاخترت الليسن اللي هو ليسن فور هاو تو نافيجيت يوزر انترفيس بصراحة حلو قوي يعني بيفهمك الليسن انترفيس كله نزلت الفايل من هنا على طول واستخدمته على طول هو مش فايل باخده يعني هو أوتوماتيكلي يعني هفتح ممكن أصنع داونلود هو بيبقى هو ده الفايل بتاعي وهو ده هو مش فايل على طول بعمل له امبورت على طول مرة واحدة وخلاص okay. ممكن نرجع للفلون كان نشوف الدنيا ايه النظام اهو شغال يعني لسه فكويس ماشي نرجع لما يخلص اوكي خلاص هو كده خلص خلاص آه تمام خلاص كده حل خالص ممكن بقى نطلع ونروح على البوست بروسيسنج اول ما يخلص ونفتح البوست بروسيسنج نرجع اوكي ده شكل السيميليشن معانا شكل عامل كده احنا ممكن بقى نعمل ايه يعني ان نشوف الفوليوم ويندرينج بس يعني مش بيبين قوي بس خلينا نعمله مثلا لو قلنا البلاستيك وعملنا ابلاي مثلا نشوف شكله هيبقى عامل ازاي زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين كده شكله زي ما انتم شايفين زي انتم شايفين كده ده شكل ال 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 حركه الهواء زي ما انتم شايفين طبعا الهواء دخل من هنا وبدا يحصل زي ايدز كده زي ما انتم شايفين وبعد كده بدا يخرج من هنا 1 2 3 زي ما انتم شايفين اوكي ده كده الفوليوم احنا ممكن نعمل زي بلين ناخده كده في النص ماشي بس يبقى واي زد بلين على الاكس في مثلا اوكي كده في النص بالظبط حتى ممكن خلاص بقى نشيله ونعمل عليه كونتور مثلا والكونتور ده نحطه على بلين 1 نحط الفيلوستي وجلوبال نحط 100 مثلا ونعمل هنا لوجيك اوكي ده شكل الفيلوستي كونتور زي ما انتم شايفين لو بصينا معلش اوكي بالشكل ده كده ده شكل الحركه بتاعه الميه الهواء ودخلت هنا وبدات تخرج من هنا ما يعني في شويه فلو خرج من هنا بس هو كتر يعني ايه من كتر ما السرعه قويه قوي فدخلت من هنا اكتر ممكن نبين برضو ده الكونتور ممكن نبين حاجات ثانيه زي مثلا السلين لاين ممكن انا عايز لا انا عايز بس ال 2 دي ستريم لاين وسيرفيس بلين 1 و فيلوستي و فورورد اند باكورد ماشي ونعمل ابلاي اوكي ممكن نزود شويه نخليه 50 مثلا عشان نبيز ايدز الصغيره زي ما انتم شايفين في ايدز كبيره قوي هنا طبعا الحركه كلها جايه من هنا طبعا معظمه جاي كده في شويه حاجات جم هنا شويه وفي شويه هنا بس اغلب الفلو دخل من هنا يعني ماشي آه ايه تاني عندنا آه ممكن برضو نشوف كفكتورز نعرض ده كفكتورز آه برده هنا آه بلين 1 تمام ونحط البروجيكشن خليه تنشنشن تنشن للبلين اللي انا اخترته انتم شايفين ده شكل الـ 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 طبعا باين هنا بقى الكنترولز او الايدز اكتر آه شايفين الحركه طبعا أه بين اوان الصغيره بدات تظهر فعليه بتاع اليوتيوب أه ممكن الايدز اللي خلت كمان الفلو اصلا ينزل تحت على الاوتلت ده في ايدز كبيره زي ما انتم شايفين هنا السرعه طبعا, طبعا كلها قليله بالنسبه للسرعه بتاعت ال الكبيره اوكي مش ده كده موديل انا كنت بفكر كمان ان انا العب في الـ في الكونستراكشن بدل 1 انلت ممكن اعمل حاجات ثانيه ممكن اخلي أخل الاوتت كلهم قلت واخلي الالت هو الاوتلت شوف برده الميكسنج اللي هيحصل ما بين الفلو ده برده بيبقى حلو قوي ممكن برده ندخل بقى درجات الحراره دي ممكن تبقى مساله ثانيه يعني اوكي فخلينا بس نعمل حاجه انها ايه يبقى الانت هو الاوتلت والاوتلت هو الانت يعني ممكن نرجع لما يفتح تمام رجعنا خلاص اهو هنختار الباوندري زي ما قلت لكم على الانت لا هو هيبقى سوري 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 هيبقى هو الاوتلت يبقى هو هنخليه بريشر اوتلت تمام ماشي ايوه زيرو جيتش نخلي بقى الاوتلت وان ده هيبقى هو الفيلوستي انلت تمام والسرعه بتاعتنا مش هتبقى احنا كنا مدخلين واحد احنا برضه هندخل بس ايه واحد على ثلاثه يعني كلهم واحد على ثلاثه عشان يبقى السرعه كلها او نص نخلي لا بخلى تحت هي واحد على ثلاثه او على حاجه ربع هي ربع عشان يبقى توتال فيلوستي بوينت 75 ماشي اهو فيلوستي قلت نشوف بقى الميكسنج ما بينهم يعني ممكن حد ده ربع ممكن نخلي ده هو ده اكبره ممكن ده مثلا نص ونخلي ده برضه فلوس انلت ربع يعني نخلي ايه نص يعني ايه التلاتة كده ده ربع ده نص ده آه ربع فاهمين؟ يعني ايه؟ اهو كده ده ربع نص ربع اللي هو يبقى ايه؟ يبقى ده اكبرهم اللي في النص ده مش ونعمل ابلاي شوف حتى الميكسنج اللي هيحصل يعني بي. بس نروح نعمل انشاليزيشن نعمل انشاليز تمام خلاص هو عمل انشاليز اهو نعمل برضه كالكوليشن ما هو كده كمان خلص المسار دي وخلصها قبل الثانيه بشويه وده كويس خلينا برضو نقفل ونروح على البوست بروسيسنج تمام زي شايفين ده شكل الفلو طبعا عشان الفتره ده اكبر واحد فيهم طبعا هو اللي دخل خبط في الول ونزل طبعا الاثنين دول جايين ده بي ده بيسلم ال... على الشمال ده بيسلم دي طبعا ده بيطلع على طول على الاوتلت زي ما انتم شايفين كده ده لو فيكتور خلينا نشوف لو ستريم لاين ده شكل الستريم لاين طبعا ممكن نزودها شويه نخليه مثلا 100 شايفين كده ده شكل السيم لاين آه ممكن نشوف فيلوستي كونتور ده شكل فيلوستي كونتور زي ما انتم شايفين برضو زي ما اتخانه كده آه ولو احنا شفنا الفوليوم ويندرينج طبعا ده شكل الفوليوم ويندرينج زي ما احنا شايفين اوكي بس يا رب يكون الفيديو مفيد وان شاء الله نتقابل فيديوهات جديده باذن الله <applause>